السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إليكم اليوم موعد مباراة الأهلي المصري والرجاء المغربي ببطولة كأس السوبر الإفريقي. ننقل لكم موعد المباراة بجميع الأوقات العربية والقنوات الناقلة بشكل حصري ومباشر. يستقبل ملعب أحمد بن علي في الريان غرب العاصمة القطرية الدوحة مباراة الأهلي المصري والرجاء المغربي في السوبر الإفريقي. الأهلي يدخل اللقاء بصفته بطلا لدوري أبطال أفريقيا وسيعمل على الفوز بالبطولة للمرة الثانية على التوالي ومصالحة جماهيره بعد خسارة لقب الدوري المصري لصالح الغريم التقليدي الزمالك، بينما يريد الرجاء بطل الكونفدرالية مواصلة تحقيق الإنجازات والحصول على اللقب الثمين من المارد الأحمر بعد الفوز بالبطولة العربية قبل أيام على حساب اتحاد جدة السعودي بركلة الترجيح. تقام مباراة الأهلي والرجاء المغربي اليوم الأربعاء 22 ديسمبر 2021 على ملعب أحمد بن علي في الريان غرب العاصمة القطرية الدوحة، وتنطلق المباراة في تمام الساعة 6:00 مساء بتوقيت تونس والمغرب والجزائر، 7:00 بتوقيت مصر وليبيا والسودان، 8:00 بتوقيت قطر والسعودية، 9:00 بتوقيت الإمارات. تنقل لكم المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورت عبر القناة الرسمية. شكرا لكم على المتابعة.